وطن منحازون للحقيقة. بدي أشكر مساهمتك الكبيرة في رفع وعي الشباب الفلسطيني. اليوم جاء التكريم للأستاذ بشار المصري ولمدينة روابي على مشاركتهم معنا في برنامج تدريب القيادات الشابة اللي نفذناه بالشراكة مع مكتب منظمة التحرير، وكان يهدف هذا المشروع لرفع الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني، وبالإضافة لرفع الوعي عند الشباب الفلسطيني في مساهمته في بناء الدولة. فتجربة روابي وتجربة الأستاذ بشار المصري في هذا المجال كبيرة، الشباب استفادوا منها بشكل كبير، واليوم جينا نكرمه على هذا الدور الفعال، لأنه تجربة روابي في دعمها للشباب وإعطاء الفرص هو يعني منارة لازم إحنا نركز عليها ونأخذها نموذج، إنه لأنه هو نموذج مشرف للشعب الفلسطيني في العالم. أنا حابين نقدم لك درع على الشباب الفلسطيني. الشباب هم المستقبل، أكثر من 70% من شعبنا الفلسطيني دون سن 30 هم مستقبل بناء الدولة الفلسطينية. فهذا الموضوع مش مهم بس إلي لوحدي، مهم لكل فلسطيني، ولازم يكون لكل فلسطيني واعي على أنه في دولة عم تنعمل، ولازم نتأكد أنه شبابنا الصاعدة قادرة تمسك هاي الدولة وتنهض فيها. عندنا تركيز كبير على الشباب، وأعتقد أهم دليل على ذلك أن معدل السن للقائمين على روابي هو 29 سنة، نقطة أول السطر. طبعا منظمة التحرير هي كانت ولا تزال وستبقى الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني، وهذا شيء مهم لأنه إحنا فلسطينيين ليس فقط في فلسطين، فلسطينيين في الداخل، فلسطينيين في الشتات كمان، ومنظمة التحرير هي اللي بتلمنا. ومهم جدا لما نبني دولة، إحنا ما عم نبني دولة بس لأهلنا اللي ساكنين في الضفة وفي قطاع غزة، إحنا بنبني دولة لجميع الفلسطينيين أينما كانوا. فمشاركة منظمة التحرير مشروع شبابي في فلسطين أو في لبنان أو في الأردن أو في أي مكان مهم جدا، ولنبدأ في فلسطين. وطن منحازون للحقيقة.